أهلا بكم. اتهم وزير الداخلية أحمد الميسري دولة الإمارات بالوقوف خلف منع رئيسها من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن. كشف الميسري لإذاعة فرنسا الدولية عن اتساع الخلاف الذي وصفه بالحاد بين الرئيس هادي وأبو ظبي، محذرا من أن استمرار هذا الخلاف سيؤثر سلبا على سير العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي. بموازاة ذلك، تتحدث مصادر حكومية عن منع السعودية للحكومة الشرعية من العودة إلى عدن إلا بعد إقالة وزير الداخلية أو خروجه من العاصمة المؤقتة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الموضوع في محورين. الأول، ما الأسباب التي تجعل الرئيس هادي يصمت على عرقلة الإمارات لتحركاته والسعودية لحكومته، وما هي خيارات الشرعية؟ والثاني، ما تأثيرات تدخلات الإمارات والسعودية في سير العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي؟ تصريح جديد إذن لأحد أرفع المسؤولين الحكوميين في الشرعية ضد الإمارات، إذ اتهم وزير الداخلية الميسري الإمارات بشكل صريح بعرقلة عودة هادي إلى عدن. أتت تصريحات الميسري بعد اتهام وزير النقل صالح الجبواني الإمارات بدعم جيوش مناطقية في الجنوب، ومطالبة نائب رئيس الوزراء مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز جباري تصحيح العلاقة بين التحالف والشرعية. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. الرئيس هادي غير مرغوب به، يقول وزير الداخلية أحمد الميسري، لكن من هي الجهة التي لا ترغب بهادي؟ ليس اليمنيين بالطبع، بل الإمارات، الدولة التي أتت إلى اليمن بهدف السعادة الشرعية التي يمثلها الرئيس هادي. فالإمارات في تصريحات الميسري لإذاعة فرنسا الدولية تمنع الرئيس هادي من العودة لعدن في سابقة خطيرة لم تحدث بين الدول، حيث تمنع دولة رئيس دولة أخرى من دخول بلده. يصف الميسري الخلاف بين الرئيس هادي وسلطات أبو ظبي بالخلاف الحاد، لكن الأخطر أن هذا الخلاف مع الإمارات يؤثر سلبا وفق الميسري على المعركة الرئيسية ضد الانقلاب. ليست وحدها إدارة جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي من تتأثر سلبا من منع هادي دخول بلده، فغياب هادي يسبب بحسب الوزير الكثير من الإرباك للحكومة، كما أن الجهات المخولة بمكافحة الإرهاب والتي تتلقى مهامها من التحالف جهات غير مدربة. اليمن لن تركع لأحد. تأتي تصريحات الميسري بعد اتهام الإمارات من قبل وزير النقل صالح الجبواني ببناء جيوش مناطقية، ومطالبة مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز جباري بإعادة تصحيح العلاقة بين الشرعية والتحالف. لكن ماذا عن السعودية؟ يقول الميسري إنها تقوم بدور تلطيف الأجواء، إلا أن المؤشرات السياسية والوقائع الميدانية تشير إلى أن الرياض تقدم الغطاء السياسي والاقتصادي لما تقوم به الإمارات. منع هادي من دخول اليمن من قبل أبو ظبي والإقامة الجبرية عليه من قبل الرياض أدوار متكاملة بين السعودية والإمارات بنظر مراقبين، لكن اليمنيين لا يزالون ينتظرون إجابات عملية وواضحة عن أسباب صمت رئيسهم مما يحدث له ولهم، وعن خياراته لحماية وحدة اليمن وسيادته. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن المحلل السياسي أستاذ فهمي الثقاف من عدن. بداية أستاذ فهمي، لعلك تابعت تصريحات وزير الداخلية أحمد الميسري بخصوص منع الإمارات للرئيس هادي من العودة إلى عدن، ما الذي يكشفه أو ما الذي يعنيه هذا التصريح؟ التصريح طبعا ليس جديدا، والتصريح الوزير الميسري طبعا هو شخص جديد. سبق وأن منعت الإمارات طائرة الرئيس هادي من أن تهبط في مطار عدن، وبعدها غادر طبعا وإلى الآن هنا لدى الرياض غير الغام الجبرية. فالأمر ليس جديدا يعني، وأمر هذا طبعا ترك وسيكشف آثاره على الوضع الراهن حاليا وفي المستقبل المنظور القريب. بمعنى أنه الآن تجد مثلا هذه المناطق المحررة ما هو يطلق عليه بالمناطق المحررة والعاصمة المؤقتة عدن، لا وجود فيها لرئيس الدولة، لا وجود فيها للحكومة الشرعية. طبعا الآن انضم إلى رئيس الحكومة والوزراء
غالبية الوزراء تقريبا إن لم يكن كلهم برا من استثناء الميسري وزير الداخلية دكتور دابا في عمل. فلاحظ أنت أي وضع يعني واضح إنه الإمارات طبعا هي المتحكمة في المناطق المحررة وهي صاحبة الكلمة أو ضوء الفصل فيها على أمر وزرغل. السعودية طبعا أنا لا أفضل حق السعودية من السعودية والله تنظر الأمر من زاوية أخرى غير او انها يعني تحاول ان توصل الادوار المشرعيه وهذه لا بالعكس هو ادوار متكامله تلعبها السعوديه كل السعوديه والامارات على حساب الشرعيه. طيب الامر مفروغ منه واضح الامارات لا يمكن ان تعمل او تقوم بافعال او اعمال كهذا ما لم تكن السعوديه راضيه وما لم يكن متفقين على كل شيء. طيب هذا امر واضح أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ فهمي. أرحب بمن ينضم لنا أيضا أستاذ مختار رحبي مستشار وزير الإعلام من الرياض. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا ومساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيفك الكريم. حياكم الله. إذن أستاذ مختار هذا ثالث تصريح ربما أو حتى ممكن يكون رابع تصريح لوزير حكومي يؤكد ما يمكن أن يفهم أنه إقامة جبرية للرئيس هادي وكذلك الحكومة بعدم قدرتهم إلى العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمتهم دوما الإمارات. هل الوزراء يصرحون بما يريده الرئيس هادي؟ أولا الوزراء حينما يتحدثون يتحدثوا بالواقع، يعني ما يحدث الآن على أرض الواقع هو ما جعل الوزراء سواء الذين قدموا استقالاتهم كنائب رئيس الوزراء الأستاذ عبد العزيز الجباري أو الأستاذ طلع الصيادي الذي قدم استقالته أو وزير الداخلية أو غيرهم من المسؤولين الحكوميين، هم يتحدثوا بما يحدث على الواقع. ما يحدث على الواقع أن دولة الإمارات أنشأت ميليشيات خارج إطار الدولة، للأسف الشديد أن هذه الميليشيات أصبحت لها سطوة في العاصمة المؤقتة عدن، وهذه الميليشيات طبعا منعت رئيس الوزراء من الخروج للاحتفال بعيد 30 نوفمبر. ايضا هذه الميليشيات بالمساعده وبالدعم من الامارات منعت ايضا طائره الرئيس من الهبوط في عدن في وقت سابق. ايضا الامارات يعني تقف حائلا امام عوده الرئيس، الرئيس يستطيع ان يعود اليوم او غدا الى عدن، ولكن هذه الميليشيات تهدد حياه رئيس الجمهوريه، وهذه الميليشيات تمتلك السلاح القوي فإنها ستظل محل تهديد للرئيس وللحكومة، وشاهدنا ما حدث في انقلاب عدن الفاشل حينما حاولوا الهجوم على المعاشيق وكانوا بالفعل يريدون الدخول إلى المعاشيق ويريدون الاعتداء على الحكومة وطرد الحكومة من مدينة عدن. بالتالي الوضع الأمني غير مستقر، لكن أن نقول أن الرئيس تحت الإقامة الجبرية في الرياض أنا أعتقد أن هذا ليس صحيح، وهذا أيضا ما أكده نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية المستقل أكد، قال أن الرئيس ليس تحت الإقامة الجبرية في الرياض، وهذا هو ما هو بالواقع. بالفعل الرئيس يستطيع أن يسافر ويستطيع أن يخرج خارج الرياض ويذهب للمشاركة في مؤتمرات ويذهب في زيارات خارجية وأيضا حتى يستطيع العودة إلى عدن، ولكن الوضع الأمني هو الذي يمنعه. طالما أن الميليشيات المدعومة من الإمارات تقف يعني هي التي تقدر بالحال الأمنية في مدينة عدن وتمتلك السلاح القوي وتمتلك السلاح الثقيل الذي جاءت به الإمارات إلى عدن للأسف الشديد من أجل تحرير عدن وتحرير المناطق الأخرى، ميليشيات للأسف الشديد أن أصبحنا لدينا قوات انقلابية داخل مدينة عدن وبدعم تج وللأسف بدعم واضح من قبل دولة الإمارات التي أصبحت تقف حائل أمام عودة الشرعية. وللأسف الشديد نقولها بكل صراحة أنهم حين يقومون بإضعاف الرئيس بإضعاف الشرعية وعدم السماح لها بالعودة إلى عدن إنما يضعفون أنفسهم وإنما يفقدون شرعية تواجدهم. أنا سأفصح عن شيء أيضا جديد، أن الرئيس في السابق كان هو الممنوع من العودة إلى مدينة عدن، اليوم رئيس الوزراء أيضا ممنوع من العودة والحكومة ممنوعة من العودة، وهناك شرط وضعته دولة الإمارات هو أن يتم إقالة وزير الداخلية وإخراجه من مدينة عدن بمقابل أن يتم السماح لدولة رئيس الوزراء، مع أن رئيس الوزراء تحدث حينما كان في القاهرة أنه سيعود إلى عدن، ولكن حينما عاد إلى الرياض تم إبلاغه أنه ممنوع من العودة إلى مدينة عدن، وهذه طبعا معلومة يعني لم تعلم من قبل ولكن يعلنها من عبر منبركم أن رئيس الوزراء أيضا أصبح ممنوع من دخول عدن حتى إشعار آخر. طيب الآن أنت تقول أن الحكومة ممنوعة باعتبار أن رئيس الوزراء ممنوع من العودة إلى عدن، وتؤكد أن المشكلة أو الآن السبب هو وجود وزير الداخلية، يعني مشروط عودة الرئيس الوزراء بإقالة وزير الداخلية أو خروجه من عدن.
نعم، هذا الشرط الوحيد الذي وضعته دولة الإمارات أمام رئيس الحكومة في حال يريد أن يعود إلى عدن هو أن يتم إما إقالة وزير الداخلية أو إخراجه من مدينة عدن، وهذا طبعا ما يرفضه رئيس الجمهورية ويرفض هذه الضغوطات التي أنا أعتبر أنها ضغوطات غير مقبولة لا من دولة الإمارات ولا من غير دولة الإمارات. نحن دولة مستقلة ذات سيادة، يجب أن يحترم القرار السيادي للبلد، ونحن ما خرجنا وقاتلنا الميليشيات الحوثية إلا لأنهم سلبوا القرار السيادي ويريدوا أن تكون الحكومة تحت سلطة سيد الكهف عبد الملك الحوثي، ويريدون أن تكون السلطة الشكلية في صنعاء والسلطة الفعلية موجودة في صعدة، وهذا لا يمكن أن يقبله يمني، بالتالي لا يمكن أن نقبله من يمني ناهيك عن أن نقبله من إماراتي أو من غيره. نحن قلنا أن دولة الإمارات والعربية من أجل دعم الحكومة وليس أن يحل محل الحكومة وأن يتخذ القرارات السيادية، هذا لا يمكن أن نقبله أي يمني. نحن رحبنا بهم كشركاء ولا يمكن أن نقبل أن نكون تابعين لأي أحد سواء دولة الإمارات أو غير دولة الإمارات، نحن شركاء ونحن قدرنا موقفهم وثمنا المواقف الكبيرة التي قامت بها المملكة والتحالف العربي، لكن في المقابل لا يمكن أن نضع قرار بيد أي أحد. القرار اليمني وسيظل بيد فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي هو الذي يتخذ القرار، حتى حينما حاولوا أن يشكلوا لجنة ما تسمى باللجنة الثلاثية هي أيضا كانت من أجل سلب القرار السيادي، ولكن رئيس الجمهورية رفض الخضوع لهذه اللجنة ورفض الانقياد بكل ما طلبته من قبل من إقالة مسؤولين أو تعيين مسؤولين، وبالتالي حتى هذه اللجنة التي تم تشكيلها من أجل امتصاص الإشكالية والغضب لم يتم الاعتماد عليها ولم يتم أيضا الرضوخ لهذه اللجنة. كما أن الرئيس لا يمكن له أن يرضخ لأي ضغوطات لا من الداخل ولا من الخارج بالنسبة للقرار السيادي والقرار الوطني. طيب لتوضيح النقطة أستاذ مختار، المنع بالنسبة لرئيس الوزراء هو من قبل الإمارات أم من قبل السعودية أم من كليهما؟ لا القرار طبعا من الإمارات، لأن الإمارات طبعا لديها إشكاليات مع وزير الداخلية الذي اتخذ إجراء تقليل أضافة على في مدينة عدن من أجل توحيد القرار الأمني في مدينة عدن وباقي المناطق، وهو أيضا اتخذ قرارا جريئا بمنع كافة الأجهزة الأمنية في كافة المناطق والمحافظات المحررة بأن تتواصل أو أن يعني أن تتواصل بشكل مباشر مع التحالف إلا عبر غرفة العمليات في وزارة الداخلية. ويبدو أن الإمارات قد تكون لديها إشكاليات مع وزير الداخلية الذي جاء يريد أن يفرض هيبة الأمن والقانون وأن يريد يعيد هيبة الدولة لا أن يتم دعم هذه الميليشيات، بالتالي يريدون التخلص من وزير الداخلية، ونحن نشد على وزير الداخلية وأيضا نشد على رئيس الدولة أن لا يرضخ لهذه المطالب، لأننا لو رضخنا بهذه المطالب وتم إقالة وزير الداخلية فإننا نكون قد سلمنا القرار السيادي لغير الشخص المخول له قانونا ودستورا وهو فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. طيب بعد أن أنقل هذه النقطة أستاذ مختار إلى الأستاذ فهمي السقاف، أستاذ فهمي إذن يصرح الآن مستشار وزير الإعلام بأن الحكومة رئيس الوزراء تحديدا ممنوع من العودة إلى عدن إلا باشتراط إقالة وزير الداخلية أو خروجه من عدن، كيف تعلق على هذه النقطة؟ شيء طبيعي يا أستاذ، وهذا أمر معروف أنه الإمارات عدم عودة أو رفضت عودة رئيس الحكومة بعد أن منعت عودة الرئيس وإلا بشرط إقالة وزير الداخلية. طيب لا أنا حقا يتفق على الرئيس ووقفة محكومته المجتمعية أن الإمارات السعودية كل لديها مشروع في اليمن، وهي بالتأكيد مشاريع لا تتفق بالضرورة مع مشروع الشرعية إن كانت الشرعية مشروع حقا مش مقصد. وبالتالي هل يعقل هذا سؤال وجاء للمسرق وجاء المشيئة، هل يعقل يعني أن السعودية تعتمد على الإمارات عندما الإمارات تصرح توجه يا محل عودة رئيس الحكومة إلى عمل والسعودية تقبل أقرار طوعا؟ نعم أستاذ فهمي، إذن هناك ربما إشكالية في الصوت من المصدر، سنحاول إعادة التواصل معكم. بالعودة إليك أستاذ مختار، يعني التصريحات ضد الإمارات مستمرة من وزراء في الحكومة، كذلك هناك ما نقل من رسالة الحكومة لمجلس الأمن بخصوص الميليشيات التي تتبع التحالف، ما هي الخطوات الأخرى التي ستقوم بها الحكومة للكشف للعالم ولليمنيين قبل ذلك عن هذه الأمور التي
يبدو أنها تعرقل بشكل واضح أعمالها في البلاد. أخي العزيز، بالنسبة للحكومة، الحكومة لا تريد أن تصعد ضد شركائها في التحالف العربي. نحن شركاء مع التحالف العربي، ورئيس الجمهورية هو الذي استدعاهم من أجل إنقاذ اليمن. بالتالي لا يمكن أن تتحول المشكلة من مشكلة مع الميليشيات الحوثية الإجرامية إلى أن داخلية بيننا وبين التحالف. وهذا ما يجعل رئيس الجمهورية وجعل الحكومة طوال الفترة الماضية تسكت وتتحمل كثير من الإشكاليات التي للأسف الشديد كلما سكتت كلما تضاعفت هذه الإشكاليات. كلما سكتت عن مشكلة من المشكلات التي حصلت في عدن وفي المناطق المعرضة وتطورت المطالب وتطور التدخل وتطور إلى أن وصلوا إلى مرحلة من المراحل أنهم يريدون أن يحكموا هم بالمناطق المحررة وخصوصا المناطق الاستراتيجية. يريدون ميناء عدن، يريدون باب المندب، يريدون المخا، يريدون المناطق الاستراتيجية، يريدون كل المناطق الاستراتيجية والمياه الإقليمية التابعة للجمهورية اليمنية وللحفاظ على المهمة في المنطقة. بالتالي نحن نقول أن الرئيس لم يخرج ولم يصرح حتى هذه اللحظة حرصا منه على أن يبقى التحالف العربي. التحالف العربي جاء من أجل هدف سامي وهدف كبير، وهدف نحن أيضا ننشد هذا الهدف، وهو تحرير اليمن وإعادة الشرعية. المملكة العربية السعودية، أنا أؤكد أن المملكة تقوم بدور كبير جدا من أجل الوصول إلى هذا الهدف، لأنها أيضا هي المتضررة الأولى من بقاء هذه الميليشيات التي أصبحت ترسل الصواريخ إلى العاصمة الرياض وغيرها في تطور خطير وتطور وقح من قبل الميليشيات الإنقلابية التي قتلت اليمنيين والآن تريد أن تقتل أشقاءنا في المملكة العربية السعودية. ونقول أن الرئيس يريد أن يحافظ على كينونية التحالف العربي، يريد أن يحافظ عليه ككتلة يتجزأ هذا التحالف. بالمقابل نريد من الأخوة والأشقاء في المملكة وفي التحالف العربي أن يعوا أن رئيس الجمهورية وأن الحكومة حينما تصمت وحينما تسكت هو ليس عجزا منها، إنما هو حرصا على بقاء التحالف العربي كتلة واحدة. ولكن طالما أن لم يحدث هناك تصحيح للمسار، وهذا ما دعا له كل الوزراء الذين تحدثوا، نحن في هذه المرحلة نقول نريد أن يتم تصحيح المسار فقط، لأن لا يرتفع السقف أكثر من ذلك. نقول نريد أن نصحح المسار. هناك كوارث تحدث في المناطق المحررة، هناك إشكاليات، هناك تدخل من قبل الإمارات في اليمن، هناك تشكيل الميليشيات، هناك دعم لميليشيات أيضا جديدة جاءت من مناطق جديدة من اليمن وتم دعمها وتم إدخالها في عدن وفي غيرها، أثرت بالشرعية. ناهيك عن الميليشيات التابعة لعيدروس وهاني مبارك وباقي هؤلاء القيادات الانقلابية، هؤلاء الميليشيات هي خارج إطار الدولة. بالتالي نقول أنكم أتيتم من أجل دعم الشرعية، فكيف لكم أن تدعموا ميليشيات أيضا ما تزال حتى هذه اللحظة؟ هذا غير مقبول، لا يمكن اليمن أن يقبله. نحن جئنا لنحارب تحت إطار شرعية الرئيس، يجب أن تبقى كل التكوينات الموجودة سواء عسكرية أو سياسية أن تبقى تحت يافطة قيادة فخامة رئيس الجمهورية. ينال من الشرعية الرئيس وينال من التحالف، ويضعف موقف التحالف أمام المجتمع الدولي، أمام المنظمات الدولية، أمام السفراء، أمام الجميع، يضعف موقف التحالف. طيب تفضل بالبقاء معي أستاذ مختار. أعود إلى أستاذ فهمي السقاف. أستاذ فهمي، الآن يعني ما الذي أوصل هكذا شركاء وهذا الوضع الذي تمر به البلاد إلى ما وصل إليه الآن؟ الإمارات كما يقول وزراء تمنع الرئيس هادي من العودة، الإمارات أيضا تمنع رئيس الحكومة من العودة. ما الذي أوصلنا إلى هذا الوضع الآن؟ طبيعية المحدث. أولا أن تدخل التحالف في اليمن وهكذا لم يكن تدخل واضح، يعني قصدي باستراتيجية مكتوبة واضحة محددة بين الشرعية وبين التحالف، أين يبدأ دور التحالف وأين ينتهي في اليمن. هذا واحد. تدخل التحالف كان قبل حتى طلب الشرعية وقبل طلب ولدي وعليه بالتأكيد التحالف لكل المشروع، السعودية لها مشروعها، الإمارات لها مشروعها، وبالتأكيد هذه المشروعات تختلف مع مشروع الشرعية إن كان الشرعية مشروع. وعلي يا أستاذ تجد أنه الإنهاء والسعودية تنشئ مكونات موازية ضد على الشرعية، وبالتالي هذه المكونات هي التي تنفذ مشاريع كل المشروعات في اليمن وتغوض
حقيقة تغور بالشرعية تماما. ارجع إلى تقرير الأمم بفضل الواردة فيه بأن التعارف يغور مشروع الشرعية ويغور عودة الشرعية وإلى آخره. ما الذي تريد أكثر من كذا؟ أكثر من هكذا؟ فبالتالي الشرعية وصمت الرئيس، صمت الرئيس الحكومة الآن وإلى آخره لن يفضي إلى حل الأمر. بالعكس الإمارات ماضية في الناحية ماضية فيه، لا تكترث الأحد، وكذلك السعودية، والشرعية صامتة، صمت الغبور. طيب ما الذي سيؤثره ذلك كله؟ ما الذي سيؤثر ذلك كله أستاذ فهمي على سير العمليات العسكرية على الأرض، على المعركة الأساسية ضد ميليشيات الانقلاب؟ بالتأكيد هذا يؤثر، وكما ترى الآن انظر إلى حال الجبهات ما الذي يتغير فيها؟ لا شيء، لا شيء يتغير فيها. نعم لا شيء يتغير فيها. الإمارات ذهبت وسيطرت على الموانع وطرق التجارة الدولية وحسب ما تريد وستقف عند هذا الحد وتترك الأمور. يعني الشرعية عزلتها داخل السعودية ولم تستطيع العودة إلى داخل عدن، وهكذا الأمر يمشي. يعني أنا مستغرب أن الشرعية احتاجت إلى كل هذا الوقت لكي تفهم ما يجري وما يجري على الأرض، لكي تفهم ما تم نواحي الإمارات ونواحي السعودية. معقول السعودية يعني الناس صمت على الإمارات؟ لا بالعكس، اتفاق ضمني بينهم ولا لم صمتت. ما المشكلة؟ المشكلة تكمن في الشرعية نفسها. الشرعية غير قادرة على أن تتخذ موقف حقيقي وجاد وصريح أمام المجتمع الدولي وأمام العالم كله. أشكرك إذا أستاذ فهمي. أشكرك إذا أستاذ فهمي الثقافي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بالعودة إليك أستاذ مختار، يعني الكثيرون يقولون أن الوضع أصبح أكثر من أن يقبل بالسكوت عليه، هناك حاجة لخطوات أكثر جدية، خاصة مع هذه الأخبار المتزايدة عن المنع. هناك من يقول على أن الرئيس والحكومة باتوا فقط أدوات بيد التحالف. ما الذي يثبت للجميع أن الأمور ليست كما هي بهذا الشكل؟ هو ليس يعني هو دعنا نتحدث بالواقع، ليس بهذه الصورة أن الحكومة أصبحت أدوات التحالف. هذا ليس صحيح. الحكومة هي شريك للتحالف العربي، وهذا طبعا هذا هو ما يجب أن يكون في الواقع. طبعا نحن شركاء مع التحالف، وهذا لا ينكره أحد. نحن شركاء في القضية، ونحن لدينا أهداف مشتركة، ولدينا أهداف رفعناها سويا وهي تحرير اليمن من الميليشيات الحوثية الإيرانية. أيضا لدينا عيد الشرعية إلى اليمن، بالتالي حدثت هناك إشكاليات، وهذا أنا أعتقد أن تحدث هناك إشكاليات بين الشركاء حول قضية ما. لكن ما هو المطلوب الآن؟ المطلوب هو أن تجتمع الشرعية بقيادة خمس رئيس الجمهورية وكذلك قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات، ويتم وضع نقاط المصارف. إما أن يتم الاستمرار مسبقا، أو أن يتم الإعلان عن حل لكافة الإشكاليات، أو أن تتخذ القيادة قرار تراه مناسبا. يعني رئيس الجمهورية والحكومة تتخذ قرارا منفردا، أو أن إذا ما وصلنا إلى طريق مسدود مع الأشقاء في التحالف العربي ولم يتم الاجتماع ولم يتم حل الإشكاليات ولم يتم أيضا معالجة الاختلالات في مدينة عدن وفي المناطق المحررة الأخرى، فرئيس الجمهورية يستطيع، يعني رئيس الجمهورية بورقة واحدة وبقرار واحد يستطيع أن ينهي كافة هذه الإشكاليات، لأنه هو رأس الدولة وهو رئيس الشرعية المعترف به دوليا، وهو الذي بيده أن يقيم التحالف وأن ينهي التحالف. طبعا هذا طبعا يأتي مع التشاور مع كافة القيادات السياسية، ومع أنه هو يمتلك هذا القرار، ولكن نريد أن نرفع السقف لأننا حريصين على المملكة العربية السعودية، حريصين على التحالف، حريصين على أن ينجح التحالف العربي في اليمن، وحريصين على أن أو ننجز ما تم الإعلان عليه مسبقا، ليكون التحالف العربي نقطة مضيئة في المنطقة العربية للتصدي لكافة الأخطار سواء الإيرانية أو غيرها في المنطقة العربية. وهذا ما نتمنى، لا نتمنى أن يتم إخراج الإمارات ولا غيرها من التحالف العربي من اليمن، لأننا حتى لو أخرجنا الإمارات فهي قد أصبحت لديها أدوات في الميدان، أصبحت تمتلك الدبابات، تمتلك المدرعات، تمتلك آلات، بل عشرات الآلاف من المقاتلين الموجودين في مدينة عدن. بالتالي حتى لو خرجنا الإمارات اليوم فأدواتها ستظل تعبث بالوطن وتعبث باليمن، و
وإنما نريد أن يتم حل الإشكاليات بهدوء بطريقة دبلوماسية، ويتم الالتقاء بين قيادة اليمن وكذلك مع التحالف العربي، ويتم إنهاء هذه الإشكاليات التي أنا أعتقد أنها ستحل فور الجلوس على طاولة الحوار والحوار الشفاف بين القيادة السياسية وبين قيادة الدول التحالف العربي. أشكرك مستشار وزير الإعلام أستاذ مختار رحبي، كنت معنا عبر الهاتف في هذه الحلقة، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والإنصات. في ختامها تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الرقيب الأبارة وجميع الأفراد في الطاقم الفني، في أمان الله.